ومن البصمات الهامة في تاريخ الدراما التلفزيونية إنتاج لأعمال من الأدب العالمي، من الأدب الفرنسي والإنجليزي والأدب الروسي، ومن أهمها روايات الكاتب الروسي تولستوي، وهي تمثيلية المنفى الطويل. وما اضطروا منها؟ أخشى يا عزيزتي أن تكوني خائفة من عودتي إلى سيرتي الماضية، فيشجعني السفر والبعد. ولد تولستوي في 9 سبتمبر عام 1828 ميلادي، وتوفي في 20 نوفمبر عام 1910 ميلادي. ويعتبر تولستوي من عمالقة وأعمدة الأدب الروسي في القرن 19، وهو مصلح اجتماعي وداعية سلام ومفكر أخلاقي. ومن أشهر أعماله روايتي الحرب والسلم وآنا كارينينا، التي تتربعان على قمة الأدب الروسي الواقعي. هل انتهيت من إعداد العربة؟ نعم يا سيدي. وهل أطعمت الخيل؟ كل شيء على ما يرام يا سيدي. أرجو ألا تقود العربة بسرعة يا سيرجي. هل عدنا ثانية إلى المخاوف؟ تالله إن الخوف لم يفارقني لحظة واحدة، وأنا ما زلت قلقة، وصورة ذلك الحلم لا تبرح مخيلتي أبدا. ورواية المعطف الطويل من أهم أعماله الأدبية، التي تحاكي الرمز الإنساني والطبيعة المتسامحة، وتدور القصة حول شخصية التاجر إكسينوف، وهو رجل لديه زوجة وأطفال، يسافر في رحلة إلى موسكو للتجارة، وقبل أن يذهب ترفض زوجته أو الإعلامية القديرة ناعس الجندي سفره، لأنها رأت حلما غريبا أنه يعود ويرفع القبعة والشيب بدأ ظاهرا على رأسه، فتتطير خوفا من هذا الحلم، ولكنه يطمئنها ويذهب مع السائق برحلته. أريد غرفة لهذه الليلة، وأرجو أن تكون المدفأة جيدة، فالبرد شديد كما ترى. أمر سيدي، وأرجو ألا تكون قد قابلت مشقات في الطريق. لقد كانت الرحلة متعبة بعض الشيء. وفي الطريق وفي نزل ما يلتقي بصديقه القديم، والذي يقتل فيما بعد، ويتم اتهام إكسينوف بقتله بعد أن يجدوا أداة الجريمة في حقيبته. من؟ أخي نيف؟ يسجن إكسينوف وتزوره زوجته هناك، وهو يحكي لها ما حصل، وتخبره أن الالتماس المقدم للقيصر قد رفض، وهنا يقول أنهم حكموا عليه بالنفي المؤبد إلى سجون سيبيريا بعد أن يجلد، وتذهب الزوجة. يسجن إكسينوف لسنوات طويلة، ويمر عقدان من الزمن، ويظهر سجين جديد وهو ماكار سيمونوف، واللذان يتعارفان ويعرفان أنهم من نفس المدينة،
ومن خلال حديثهما يشك أكسينوف أن ماكار هو القاتل الحقيقي، ويحاول ماكار الهرب، ويتستر أكسينوف على ماكار بعد أن يجد حفرة الخندق التي حفرها. وهنا يتواجه ماكار مع أكسينوف ويعترف له بأنه القاتل وأنه كان يريد قتله أيضا، ولولا أن الظرف لم يسمح لكان قتله هو أيضا، وقد وضع أداة الجريمة في حقيبته وهرب، ويطلب من أكسينوف أن يسامحه وأنه سيعترف بالحقيقة ويخرجه من السجن، لكن أكسينوف يرفض وهو يسامحه ويشعر بالسلام. ورغم هذا يعترف ماكار بكل شيء ويبرأ أكسينوف، وقبل إطلاق سراحه يموت. وقد شارك بالعمل كل من ناعس الجندي، علي الزفتاوي، جعفر المؤمن، وجوهر سالم. أما الإخراج فكان لصالح العوري.